لأمر الله يحيا سعيدا هانئا دنيا ودينا. وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نحمد الله عز وجل إذ امتن علينا بهذه النعمة، نعمة الصيام والقيام وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل ومضاعفة الحسنات والخيرات في هذه الأيام المباركة. حتى لا أطيل عليكم، أختنا الكريمة أمة الله من اليمن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخي، أمس أنا اتصلت عليك وسألتك سؤال، السؤال هو طويل شوية، فيمكن يعني وضحتش الصورة لك كاملة، هل ممكن استأذنك أخذ رقمك واتصل لك وقت آخر؟ طيب خلاص، يعطوك الرقم يا بنتي إن شاء الله. شكرا شكرا، جزاك الله خير. نعم، أم رائد من فرنسا تفضلي. يا أم رائد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ إن شاء الله بخير. بخير إن جعلكم الله. الله خير الجزاء يا شيخ، ونفعنا إياك بما تقول. آمين يا رب، اللهم آمين. عندي سؤال لو سمحت لي. تفضلي. جدتي مريضة بعد الشيء هذه الأيام، وهي متعودة بالتداوي أو العلاج بالكي بالنار، فقامت أمي بكيها للأبناء بكي طيب خير إن شاء الله. هل هناك سؤال آخر؟ لا، جزاك الله خيرا يا شيخ، بارك الله فيك. طيب أبشري إن شاء الله. ولاء من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثيرنا كثير منك شيخ، بارك الله فيك. نسأل الله التوفيق يا أختي الكريمة، تفضلي. الله يبارك فيك. أنا عندي صديقتي لما كانت صغيرة بلغت مبكرا، يعني بلغت في عمر 15 سنة كده، تمام؟ نعم. وما صامت رمضان، يعني هي عارفة إنه رمضان مفروض تصومه كده، عارفة عند البلوغ واجب عليها الصوم، لكن ما صامته لأنه كل صديقاتها صغار ما بلغوا ما صاموا. فهي ما صامت، عندها 2 رمضان ما صامته. وخلاص هي تعبت واستغفرت وكده وبقت تصوم عادي رمضان، لكن ما عارفة تكفر عن الذنب ده كيف. طيب أبشري إن شاء الله إن شاء الله. محمد من الجزائر. صح. تفضل أخي محمد من الجزائر. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ. نعم. أنا عندي سؤال في التيمم. تفضل. عندما أسمي صلاة الظهر الصوت يتقطع يا حبيبنا محمد، الصوت. عندما أسمي صلاة الظهر الصوت يتقطع يا حبيبنا محمد. ها طيب، أم رائد من فرنسا تقول جدتي مريضة وكانت قد تعودت أن يعني تعالج نفسها بالكي، والذي قامت بكيها أمي، والناس قضية الكي، يعني أنا لا أريد أن أطيل الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم
يعني أعطانا من وسائل العلاج الكي والعسل. أي نعم. وإن كان يقول يعني آية من كتاب الله أو لعقة من عسل أو كي بالنار، وأنا أكره الكي، لكن الآن أصبحت قضية الكي أسلوب من أساليب العلاج الطبي المعاصر، لكنها بشكلها المطور، بشكلها المطور نحن يا ليتنا نطور طبا النبوي بالأساليب المعاصرة. بالإمكان أن نحقق قضية الكي لكن بأساليب معاصرة. على أي حال، إذا كانت أمك التي أجرت الكي لأمها ذات خبرة ودراية ومعرفة وسبقت لها حالات من الخبرة، فليس عليها شيء، هي تعالج أمها، وما فعلت ذلك من باب أن تضرها ولا أن تسيء إليها، ولكنها فعلت من أجل أن تعالجها. لكنني أتمنى حقيقة، يعني هذا بهذه المناسبة، أتمنى أن نطور طبنا النبوي. إخواني عندنا في الطب النبوي قضايا مذهلة، عندنا الحبة السوداء شفاء من كل داء، عندنا التفاح، عندنا العسل، عندنا قضية الكي، عندنا يعني عندنا الصوم، في قضايا كثيرة، يعني عندنا اليقطين وما فيه. لما تذهب مثلا إلى البلاد الأخرى تجد بأن اليقطين قد اهتموا فيه كثيرا من الأدوية، وأخرج من المستحضرات العجيبة، مستحضرات طبية ومستحضرات تجميل. تم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم شفاء من سبعة أدواء. الآن بعض الشركات الأدوية احتكرت كثير من مزارع القصد في الهند لما وجدوا فيه من الفوائد، لماذا لا نسبك نحن؟ وقد كنا نحن أول من أسس الطب، يعني الطب الذي يعيشه الناس اليوم أصوله وأقامه المسلمون. كان كتاب القانون في الطب لابن سينا يدرس في جامعة سوربون إلى القرن الثامن عشر. على أي حال ما أريد أن أطيل في هذا. ولا من السعودية تقول عندي صديقة لها بنت بلغت في عمرها 15 عاما وما صامت، لأن كان الوضع الذي هو الذي كانت تعيشه لا يعينها على ذلك. نحن نقول ما دامت قد بلغت فقد وجب عليها الصيام، وبما أنها أخرته سنين إذن مع كل يوم من تصومه تطعم مسكينا. وهي قد تابت الحمد لله، وهنيئا لها توبتها، وبارك الله فيما قامت به من عمل، وأسأل الله لنا ولكم ولها دوام التوفيق. فتيحة من المغرب. فتيحة كأنه انقطع الخط. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي فتيحة. عندي سؤالين يا شيخ. حياك الله. السؤال الأول هو لما بنروح نصلي صلاة تراويح، هل يجوز أن أخذ القرآن وأتبع مع الشيخ؟ بيقولوا لي لا لا يجوز، يجوز ما يجوز، وهذا يحيرني هذه المسألة. يعني تقرئين مع الشيخ وليس قراءة في باب آخر؟ لا أقرأ، أنت أسبب مثلا كان بمكان لا أسهى يعني في الصلاة. نعم أستمع له عبر القرآن. نعم معروف. السؤال الثاني، أبشري يا فتيحة، أعطيني سؤالك الثاني. السؤال الثاني بداوم على صلاة الرواتب. نعم. ودايما عندي حيرة في صلاة تبع الصبح، هل اعتبر صلاة راتبة بصلي ركعتين بعدين صلاة الصبح، هل ركعتين تبع صلاة قبل الصبح بعتبرها راتبة، ولا أصلي ركعتين تبع الراتبة اللي بصليهم يعني؟ أبشري إن شاء الله أنا أفصل لك القول إن شاء الله. شكرا يا شيخ. نجيب. طيب أختي فتيحة لها سؤالان جيدان، لأنهما يعني لهم ناحية عملية. تقول في صلاة التراويح أنا أريد أن أصلي التراويح خلف الإمام، لكنني أجد أنني إذا مسكت المصحف بيدي أو وضعته أمامي
وبدأت أتتبع مع الإمام وهو يقرأ أن ذلك أدعى إلى خشوعي وإلى ألا أسرح يمينا ويسارا. نعم، أنا أعلم يا ابنتي الكريمة أن هذه المسألة لها أقوال، فيها أقوال أهل العلم. بعضهم يقولون لا، استمع فقط ولا تمسك المصحف لأنه سيترتب عليه كثرة الحركة في أنك ترفعه وتخفضه وتنزله فتكون في حركة. وأنا مع القائلين بجواز أن تفتح المرأة مصحفها، تأخذ المصحف المجزأ، يعني كل جزء لوحده، فيكون حمله سهلا، وإذا انتهت من قراءة مع الإمام تضعه في جيبها قريبا وتعود وتركع بسهولة، فليس فيه كثير حركة. فإذا كنت تستطيعين أن تجمعي بين عدم كثرة الحركة، الحركة الخفيفة ستكون، عدم كثرة الحركة مع القراءة مع الإمام، وذلك أدعى إلى الخشوع وأدعى إلى حضور القلب، فلا بأس بذلك. بارك الله فيك يا أختنا فتيحة. اسمعوا معي التفريق في المصطلحات، أنا سأصف الأمر بدون مصطلح. هناك صلاة قبل أذان الفجر، أذان الفجر قبل الأذان، هذه تابعة لقيام الليل. قبل أذان الفجر ما نصليه تابع لقيام الليل، والسنة أن نجعل آخر شيء فيه الوتر، الركعة الواحدة. هذا ما قبل أذان الفجر، ما قبل أذان الفجر هذا تابع لقيام الليل، ونجعل آخر شيء فيه هو الوتر. نوتر، يقول عليه الصلاة والسلام اجعل آخر صلاتك من الليل وترا. بعد الأذان هناك ركعتان تسمى ركعتا الفجر، أناس يسمونها ركعتا الصبح، أناس يسمونها ركعتا الفجر، لكن الركعتين اللتين بعد الأذان هذه التي فيها فضل عظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. بعد الأذان نصلي ركعتين فقط، ثم ننتظر صلاة الفجر المكتوبة، صلاة الفجر الفريضة. هذا هو الترتيب، بارك الله فيكم. نعم، عمر من فرنسا، تفضل أخي عمر. أطلب الجواب؟ تفضل يا عمر. وي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي مشكلة صغيرة أخي. الله المستعان، تفضل. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي مشكلة يا الشيخ، زوجتي تطلب الطلاق مني. السلام طيب. عليكم الشيخ. أنا أسمع. زوجتك تطلب الطلاق منك. زوجتك تطلب الطلاق منك. ها؟ وي، زوجتي تطلب الطلاق مني. وأنت ما هو؟ كيف أعمل في هذا الشهر وشهر رحمة ومباركة؟ وأنا قلت لها إن شاء الله فيها خير، أصوم شهري، وأتيت بإمام من فرنسا هنا وتكلم معها. عظيم، تفضل. أيوة، واصل، تكلم. وبعد أن تكلم الإمام تطلب الطلاق يا شيخ. على أي حال أنا أجيبك، لأن الصوت عندك يبدو لي يتقطع. يا أخي الكريم، لقد أحسنت عندما أتيت بالإمام إليها لكي يعظها ويذكرها بالله، وإن شاء الله أنها تقتنع وتؤخر إن شاء الله طلبها إلى وقت آخر، لأنه ليس كل ما طلبت المرأة الطلاق نقول توكل على الله نذهب نطلق. لا، المفروض أن احنا في البداية نعظها ونأتي لها بمن يعظها ويذكرها بالله، ثم نهجرها، ثم نأتي بحكم من أهلها وحكما من أهله لكي نبحث في هذه المسألة وأسباب الطلاق. المسألة تحتاج إلى صبر وإلى
لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق. فهمنا يا عمر؟ أم ما شاء الله، أم محمد من النيجر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم محمد. شيخ أبغاك تدعي لي أتزوج أنا وأخواتي. طيب أبشري يا شيخ، دعي لي لأمي أن يشفيها الله من مرض السكر يا شيخ. الله المستعان، الله يشفيكم يا بنتي. ما شاء الله من النيجر، من وسط أفريقيا أو جنوبها أو جهتها الشمالية قليلا. هذا عظيم جدا أن تصل هذه القناة المباركة إلى النيجر وإلى وسط أفريقيا وأفريقيا. الحمد لله. أختي أم محمد، أسأل الله جلت قدرته وتعالت عظمته، وهو ربنا القادر على كل شيء والمسلمون يؤمنون على دعائي، أن يسخر لكل بنت مسلمة قد بلغت سن الزواج أن يسخر لها زوجا صالحا. اللهم زوج بنات المسلمين، اللهم استر أعراضهن، اللهم قهن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وارزقهن الأزواج الصالحين النافعين الأتقياء الذين يقومون بحقهن على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. ونسأل الله أن يشفي كل مريض. نعم، محمد من الجزائر. تفضل أخي محمد من الجزائر. محمد، كأن الخط انقطع معه. طيب أحبابي، نتوقف فاصلا ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. فمن يلزم لأمر الله يحيا سعيدا هانئا دنيا ودينا. أحبابي وإخوتي، هأنذا أعود إليكم. معنا الأخ محمد من الجزائر. تفضل أخي محمد. السلام عليكم، مساء الخير شيخ. مرحبا، حياك الله. الصوت الآن تمام ما شاء الله. أول حاجة حبيت أقول لك أحبك في الله حبا عظيما. تفضل. سؤالي حول قراءة البسملة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلوات، هل تقرأ مرة واحدة أم لا تقرأ أم؟ أبشر. هذا، وشكرا لك. حياك الله حبيبي، أبشر إن شاء الله. نعم، الثاني من؟ عمر من فرنسا. تفضل أخي عمر من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي تألمتك وبعد ما كملت الجواب يا شيخ. عندي مشكلة مع زوجتي، إن شاء الله أدعي لي إن شاء الله ترجع، وهي طلبت مني، قالت لأنها طلبت وأنت لها بإمام يعظها. تمام؟ وي تمام، خلاص يعيدها واستمر، وتكلم معها وأهلها وهي مصممة. لا تستعجل، والشيخ رق لها. لا تستعجل، لا تستعجل على طلاقها أبدا، انتظر قليلا. قل لها في الأخير حكما من أهلي وحكما من أهلك ينظرون في الموضوع أيونا على صواب وأيونا على خطأ. إن شاء الله لا تستعجل. نعم، وندعو الله أن يهديها. وأنا كنت في نرفزة وطلقت عليها ثلاث طلقات في مكان واحد. طب على أي حال، خلوا الشيخ الذي دخل عندكم في البداية يبحث الموضوع حتى يرى هل كنت غضبان. ونعطيك الهاتف تاعها يا شيخ تتكلمها إن شاء الله. لا، اسمع كلامي، الله يرضى عليك. بس اسمعني، الله يرضى عليك، اسمعني حبيبي. دع الشيخ الذي جاء إليكم ينظر في الموضوع ويتأنى ليرى هل كنت في أثناء إطلاق قولك بالطلاق كنت غضبانا غضبا شديدا أغلق عليك عقلك، أم أنك كنت مضطرا، أم أنك كنت في حال عادي. هذا ينظر فيه الشيخ. طيب أخونا محمد. نعم،
أم شهاب من الجزائر. تفضلي يا أم شهاب. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا ألف خير يا رب. آمين. الله يجزاك خير يا أم شهاب. تفضلي يا أختي. أنا نذرت السؤال الأول، نذرت في حديث مع أختي، قلت لها لو أني أخرج من هذا المنزل لأذبح 3 كباش. طيب. نعم. نعم. وأنا يا الله انقطع الخط. إن شاء الله أنا فهمت سؤالك الأول، إن شاء الله الأسئلة الثانية تعودي إليها. نجيب على سؤال الأخ محمد المجزائي، يقول هل قراءة البسملة واجبة في كل صلاة؟ نعم، قراءة البسملة واجبة في قراءة الفاتحة. قراءة البسملة آية في الفاتحة، آية من آيات الفاتحة، فلا بد من قراءتها في كل ركعة. أختنا أم شهاب من الجزائر بارك الله فيها تقول نذرت في حديثي مع أختي أن أذبح 3 كباش. أي نعم. نقول إذا كنت قد خرجت، إذا خرجت من هذا البيت فاذبحي 3 كباش. من نذر أن يطيع الله فليطعه، والله ذكر هؤلاء الذين يوفون بالنذر بأنهم من أهل الفضل، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أم محمد من الجزائر، مرحبا بأحبابنا من الجزائر. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. تفضلي يا أم محمد. أم محمد كيفك يا شيخ؟ بخير، جعلك الله بخير وعافية. جزاك الله خير يا شيخ. هاتي سؤالك. ودي رقمك يا شيخ، رقمك. السؤال تفضلي. بغيت رقمك. خلاص اعطوها الرقم. نعم. رأفت من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي رأفت. أهلا بك يا شيخنا. تفضل يا أخي. كان عندي استفسار بخصوص الزوجة، إذا الطبيب الزوجة ومرضع تمام، الطبيب نصحها بالإفطار لأسباب أن وزن الطفل وكذا، إيه اللي عليها قضاء أو كفارة؟ والسؤال الثاني بخصوص أن الشياطين في رمضان نعرف أنها متسلسلة. نعم. سرحان في الصلاة ده إيه أسبابه؟ أبشر أبشر أبشر. طيب تمام. نعم معروف إن شاء الله أجيبك بحول الله. مصطفى، أم مصطفى من فرنسا. نعم. تفضلي يا أم مصطفى. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أريد منك أريد سؤال من فضلك. نعم. عندي أول يوم من رمضان. أيوة. أحس بعياء شديد يا شيخ. تحس بماذا؟ بعياء شديد في صدري وفي المعدة. طيب. وزرت الطبيب ودار لي تحاليل الدم وراديو، ما عندي مشكل يا شيخ. طيب وهل استمريتي في صيامك وإلا أفطرتي؟ لا أصوم يا شيخ. ما شاء الله. وأحس بعياء شديد وبألم في المعدة وفي الصدر. نعم. الحمد لله أنا امرأة، الحمد لله أخاف الله وصلي وأذكر الله وأقرأ القرآن وأذكر الصباح والمساء يا شيخ. ما عرفت من هذا الشيء. والنتائج التحاليل والأشعة تقول أنك إن شاء الله سليمة.
نعم سليمة، ما عندي شيء يا شيخ. الحمد لله، الله يشفيك ولا يليك مكروه. الحمد لله، أنا امرأة الحمد لله امرأة أخاف الله وأقرأ القرآن وأذكر أذكار الصباح المساء. الحمد لله، بارك الله فيك أم مصطفى إن شاء الله. أم أحمد من السودان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أم أحمد. أنا بسأل، طلبت من زوجي أيوة يعطيني مصروف شهري حتى لو بسيط يعني على حسب مقدرته. أيوة، لكن هو رفض، يقول لي هذا ما وارد في الشرع. طيب إن شاء الله. عندي سؤال ثاني. هات السؤال الثاني. أنا زوجت 5 سنين ودائما أحمل أجهض أحمل أجهض، تمام، يعني لم أرزق بطفل سليم. فأنا بسأل، هل حزني يعني أبكي وأحزن، هل ده سخط، هل ده عدم رضا؟ وإذا كان ده سخط وعدم رضا أكفر عن الذنب كيف؟ بارك الله فيك يا أم أحمد، بارك الله فيك. طيب بسم الله. رأفت من مصر يقول، زوجتي نصحها الطبيب أن تفطر. نقول ما دام أن الطبيب هو الذي نصحها وقال لها لا يلزمك أن تفطري، تفطر وتقضي بعد ذلك إن شاء الله. وقد قلت وأكرر، إذا كان الإفطار بسبب الخوف على زوجتك، أما الجنين فلا علاقة له بهذا، نقول تفطر وتقضي وليس عليها شيء. لكن إذا كان الخوف على الجنين فإنها بعد ذلك، بعد أن ينتهي الحمل فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. ثم يقول، إن الشياطين تسلسل في رمضان، فلماذا أوسوس في الصلاة وأنت تظن أن أعداءك هو الشيطان فقط؟ النفس والشيطان والهوى والدنيا والأفكار التي بقيت من آثار عدم التوكل على الله، يعني للأسف الشديد مجموعة من المخزون موجود في قلب الإنسان وعقله من ذكريات وهموم تأتي له في الصلاة. فالشياطين نعم مسلسلون، مردة الشياطين مصفدون، لكن بقي النفس الأمارة بالسوء، والنفس هذه التي في داخلك هي عدوتك التي في الداخل، لابد أن تصقلها لكي ترقى بها من نفس أمارة إلى نفس لوامة، ومن نفس اللوامة إلى نفس مطمئنة. هي نفس واحدة لكنها أوضاع تختلف. عندما يغرق الإنسان في المعاصي وفي الآثام وفي الظلم، تصبح نفسه أمارة بالسوء ويطيعها، كلما قالت له نفسه شيء قال نعم، أفرأيت من اتخذ إله هواه. لكنه إذا انتبه لنفسه بصلاته وصيامه وتلاوته للقرآن وذكره لله وعدم وقوعه في المعاصي، النفس تصفو وتطهر وترتقي إلى مرحلة نفس لوامة. لو أردت أن تفعل شيئا من الأخطاء تلومك، تقول لك لا اتق الله، يأتيك هذا النداء من العقل، من العقل الباطن، هي النفس. أي نعم، وإذا يعني أردت تكاسلت عن عمل صالح تقول لك قم توكل على الله، وأنت ما تزال تعمل الخير وتفعل ما يرضي الله عز وجل مما أمرك الله به، وتبتعد عما نهاك الله عنه، إلى أن تصل إلى مرحلة النفس المطمئنة. والنفس المطمئنة هي التي يناديها الله يوم القيامة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله يجعلنا وإياكم من أهلها. بارك الله فيك يا أخانا رأفت. أم مصطفى من فرنسا تقول، أنا وجدت عياء في الباطنة، عياء في الصدر، أي نعم، ولكنني كشفت وحللت وجدت نفسي سليمة. نسأل الله أن يكتب لك السلامة والصحة والعافية، و
يعني علينا أن نثق بربنا عندما ندعوه أن الله سيستجيب دعاءنا. يعني لا تدعوا الله وأنتم متشككون، وإنما ادعوا الله وأنتم مطمئنون أن الله سيجيب دعاءكم. إيه نعم، وندعوه دعاء المضطر المستيقن أن الله قادر على أن يحقق له الخير. ونحن في شهر مبارك، أكثري من الدعاء وثقي بأن الله قادر على أن يزيل عنك هذا الهم وهذه يعني هذا الألم الذي ينتابك. وإن شاء الله أنه يبدو لي أنه نوع من يعني المرض العابر هكذا وينتهي بحول الله. نعم، أم أحمد من أستراليا، وبعدين يا أم أحمد من السودان أجيبك إن شاء الله. أم أحمد من أستراليا، السلام عليكم يا شيخ. يا أهلا وسهلا من أستراليا، أهلا وسهلا يا أم أحمد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا ورزقكم من نهر الكوثر بيد المصطفى عليه السلام، اللهم وثقل ميزان حسناتكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين، آمين، جزاكم الله خيرا وإياكم. سؤالي هو، لدي ابنة أخت أنجبت قبل شهرين تقريبا، وبعد انتهاء فترة النفساء الذي كانت قبل الأربعين تقريبا من 35 يوم بأيام قليلة جاءتها الدورة، وهي عادة دورتها بين 7 إلى 8 أيام، ولكن الآن هي حائرة، ما زالت دورتها انقطع الدم ولكنها ما زالت ترى اللون البني، وهي هي حائرة هل تصوم؟ لم تكمل الأربعين؟ هي أكملت الأربعين وجاءتها الدورة. جاءتها الدورة، أي نعم. نعم، وجاءتها الحيض، لأن أكملت الأربعين من 35 يوم تقريبا، يعني قبل الأربعين، وجاءتها الحيض مباشرة بعد الأربعين. أي نعم. وهي الآن تقريبا من الحيض، من أول يوم الحيض تقريبا أصبحت 11 يوم و12 يوم، بس ما زالت لم ترى النشوفة أو مادة البيضاء. طيب، ما زالت ترى اللون البني، فهي طيب. حائرة، هل تصوم وتصلي أم لا؟ شكرا يا أم أحمد، إن شاء الله تسمع الجواب وتبلغيه لابن أختك إن شاء الله، لابنة أختك إن شاء الله. عبد الرحمن من مصر، تفضل أخي عبد الرحمن من مصر، حياك الله. السلام عليكم يا شيخ، حياك الله. الله يحييك، تحية طيبة مباركة، تفضل أخي عبد الرحمن. يا شيخ أنا من موريتان. من؟ موريتان. من موريتانيا. موريتانيا لكن الحين في الإمارات. طيب، أنت من موريتانيا ولكنك في الإمارات. إيه نعم الله يا شيخ. ليش الصوت يأتينا متأخر؟ يلا قول، هات ما عندك يا أخي. مثل أنا ختمة القرآن في شهر رمضان كانها واجبة والله. نعم، ماذا فيها؟ كانها واجبة. أنها واجبة؟ هل هي واجبة أم لا؟ طيب خير إن شاء الله. أحبابي فاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله. فمن يلزم لأمر الله يحيا سعيدا هانئا دنيا ودينا. أحبابي وإخوتي، هانذا أعود إليكم وعندنا مجموعة أسئلة تلقيناها، إن شاء الله أبدأ بالإجابة عليها. ونبدأ بأختنا أم مصطفى، أم أحمد من السودان. أم مصطفى انتهينا منها. أم أحمد من السودان تقول: طلبت من زوجي مصروفا شهريا فرفض، فماذا أفعل؟ نقول: إذا كان زوجك يا أختاه قد أدى كل الواجبات المشروعة عليه، في أنه أدى الطعام والشراب والسكن والملبس ورتب الأمور كلها، وأنتم في بيتكم ليس لديكم أي متطلب آخر، كل أموركم مكتفية، بعد ذلك ما زاد على ذلك فهو من باب الإحسان، إن أحسن فأحسن الله إليه، وإن لم يحسن فلا تجعلي باب الإحسان طريقا إلى المشكلات في البيت. على المرأة أن تتعاون مع زوجها
بألا تفتح على نفسها أبواب المتاعب والمشكلات. بارك الله فيكم، الله المستعان. والرجل إذا رأى من زوجته حسن الأدب وطيب الحديث والاستجابة لما يطلبه منها كانت النتيجة، يعني أنا دائما أقول كلمة لو انتبه النساء لها لاستفادت فائدة كبيرة. الزوج طفل كبير، هو يريد الكلمة الطيبة، كما كنت تسترضي ولدك استرضي زوجك. كل منها يعني الكلمة الطيبة تفعل في القلوب فعلا عجيبا. البسمة، الكلمة الطيبة، المقابلة الحسنة، اي نعم على اي حال. ثم تقول هي انا 5 مرات اجهض ولكني احزن واتسخط وعدم الرضا. لا، اما ان يمر عليك شيء من الحزن هذا وضع طبيعي، ولا يلام الانسان على بشريته، الجانب البشري فينا لا يلومنا الله عليه، لكن عدم الرضا بالقضاء هنا الخطأ. إن علامة الإيمان وصدقه هو الرضا بالقضاء. ما الفرق بين المسلم المؤمن وبين غيره؟ أن المسلم يصاحبه الرضا في كل حال من أحواله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. والشكر والصبر دليل الرضا، راضي بما أعطاه الله عز وجل. لكن غير المؤمن لو فتحت، لو ملك الدنيا كلها ما يرضى، وبالتالي فحياته ليست حياة مطمئنة ولا حياة كريمة، ما هي مطمئنة، دائما في قلق. والإنسان يعجب. وأريدكم أن تتنبهوا لما أقول لكم، قد تجد ثريا من الأثرياء أصحاب الملايين بل المليارات يمشي وبجواره الطبيب يلازمه والمرافقين والبوديكارت والحراس، وترى وجهه مكفهر غضبان زعلان. الله، طب الدنيا هذه كلها ما أرضتك؟ الأموال عنده بالملايين، القصور، العمارات، المزارع، لكن ليه؟ لأن المسألة في الداخل، الرضا هنا في الداخل. وترى فلاحا في مزرعتي يرفع رأسه ويضرب الأرض بفأسه وهو يضحك، ويرفعه وهو يضحك. لذلك يتبادر إلى ذهنك قول الله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. الرضا لا يكون إلا لأهل الإيمان، يهبها الله عز وجل. فإذا كنت ترى شيئا من التسخط والغضب والكآبة فاعلم أن شيئا بينك وبين الله، أصلحه ليعيد الله لك الرضا. أخونا أختنا أم أحمد من أستراليا، طبعا أنا مسرور جدا أن أسمع سؤالا من النيجر وسؤالا من أستراليا، اللهم لك الحمد. هذا التواصل بيننا وبين المسلمين عبر هذه القناة المباركة أمر عظيم، أسأل الله أن يبارك فيها وفي القائمين عليها وفي أصحابها، وأن يديم عليها هذا الفضل في أن تؤدي هذه الرسالة، رسالة تعليم الأمة لأمر دينها يا رب العالمين. تقول بأن ابن أختها انتهت منها متطلبات النفساء، رأت القصة البيضاء النشوف انتهى، ثم جاءتها الدورة واستمرت الآن 11 يوما. نقول دعيها، فربما كان هناك بعد الولادة والنفساء تغير في عادتها، فلتستمر إلى اليوم 15، وإذا زاد عن 15 وجب عليها أن تستحم وأن تصلي. أما ما دامت هذه الإفرازات البنية والكدرة وإلى آخره ملازمة متصلة، أما لو أنها انقطعت، لو أن الحيض جاءها ثم رأت بعد ذلك النشوفة أو القصة البيضاء ثم جاءت بعد ذلك إما إفرازات صفراء أو كدرة أو صفرة، نقول لا تبالي بها أبدا، لكن ما زالت متصلة بالدورة تنتظر إلى أن تكمل 15 يوما، ومن بعدها تصلي وتصوم، ولا حتى رأت هذه لا تبالي بها إلى الشهر الذي يلي، ربنا يصلح الأحوال. أخونا عبد الرحمن
من موريتانيا، الله أنه موريتاني في مصر أو كذا، الله أعلم. المهم يقول هل ختم القرآن في رمضان واجب؟ نقول له لا ليس واجب، لكنك أنت ضيعت على نفسك سنة عظيمة وأجرا عظيما، لأن الحسنة في رمضان مضاعفة يا أخي. الحسنة التكبيرة بألف تكبيرة، التسبيحة بألف تسبيحة، الحرف بألف حرف في رمضان. فلماذا لا نقرأ؟ لماذا لا نستفيد؟ لماذا نضيع أنفسنا في القيل والقال والكلام الفارغ؟ يجب أن نعمر قلوبنا ونعمر خزائن أعمالنا ونعمر يعني صحائف أعمالنا بكثرة ذكر الله عز وجل، والذكر لله عز وجل هو الذي يريح القلوب ويؤنس النفوس. نعم يا أخي. العجيلي من ليبيا، مرحبا يا عجيلي من ليبيا. العجيلي، أهلا وسهلا فضيلة الشيخ عبد الله، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا أخانا عجيلي، أهلا وسهلا. أحببتك في الله، أحببتك في الله يا شيخ فضيلة الشيخ، الله يكثر كثر من أمثالك يا أحمر. أحبك الله، أحبك الله ورضي عنك. نعم. أنا عندي سؤال اجتماعي. تفضل. عندي ابنائي لي 20 سنة ما شفتهمش. من هم؟ أبناء يعني بنتي وابني وبنتي يعني. يا الله. من مواليد 2001 و2002، من 2002 ما شفتهمش لحد الآن. ليه؟ هم في بلد وأنت في بلد؟ سعيد بقدر بشتى الطرق حاولت نسعى، ما فيش فائدة. وهم في نفس البلد؟ وهم في نفس البلد؟ هم في نفس البلد، وخرجوا من البلد ورجعوا من البلد، ويعني بروا حتى في قطر مصر يمشوا مع والدتهم وكذا، وبعدين ما شفتهم. لا حول ما حاولت ما عرفت كيف نوصل. قلت لا انا نحاول لحد الان، هم في الجامعه يقروا. الله المستعان، الله المستعان. ما صارش علي اللي صار علي انا، ما صار احد في الوطن العربي، ما اعتقد صار على حد في الوطن العربي. الله المستعان. اطلاقا ما صارش يعني. الله المستعان. انا ولد وابن وحيده، وحيد امي وابوي. الله المستعان، الله المستعان. وجوز توا مرأة صالحة الله يخلف عليها، عندي معها زوج بنات الله يرحم والديها ووالدين اهلها، امرأة طيبة جزاهم الله عني كل خير. الله المستعان، الله المستعان. بينما الناس الاولى الله يحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. الله المستعان. ان شاء الله ربنا يعيدهم اليك. امر الله فيهم. احنا ان شاء الله نوجه لهم رسالة ان شاء الله، وربنا يهديهم ويصلح لنا ولكم النية والذرية. نعم يا اخي. اسماء من ليبيا. أسماء انقطع الخط، تأخرنا عليها أظن. طيب نبدأ بأخنا العجيلي. يا إخواني، يعني أنا لا أظن أن غبنا أشد وأعظم من غبن الأب في أبنائه، قهر كبير يأتيه وهو صغير وهو متعلق بآماله معه، ويكبر الولد والأمل متعلق بأنه في يوم من الأيام سيكون بارا نافعا يخدمه يقوم بشأنه، ولا يزال الأمل معلقا إلى أن يصل 25 وإذا بهذا الولد أو هذه البنت تعطي ظهرها لأبيها أو يعطي ظهره لأبيه ويتركه ويعقه ويحطم الأمل الذي بقي يراوده 20 عاماً أو ربع قرن، 25 عاماً. هذا صحيح بلا شك، لكن ولهذا الله عز وجل حتى جاء في 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 الحديث لا يدخل الجنة قاطع رحم، هذا الذي قطع أباه وأمه ما يدخل الجنة إلى أن يتوب إلى الله عز وجل. ما هذه العقوق؟ أعوذ بالله. يعني العقوق من أكبر وأشنع المعاصي عقوق الوالدين، ولهذا الله سبحانه وتعالى قرن طاعته بطاعة الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قرن طاعته بطاعتهما. وفي الحديث لما خلق الله الرحم، وأعلى الرحم الأب والأم، وأعلى الرحم أعلى صلة الأرحام صلة الأب والأم. لما خلق الله الرحم قامت فقالت يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة،
فقال الله: لقد اشتققت لك اسما من اسمي، أنت الرحم وأنا الرحمن، من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قطيعة الرحم ليست سهلة إلى هذه الدرجة، يظن الناس أنها أمر عابر. ثم هي دين، دين مستحق. إذا أطعت أباك وأمك سخر الله لك ابنك وابنتك، وإذا عصيت أباك وأمك سلط الله عليك ابنك وابنتك. قضت رحم بيني وبين منازل قضاء كما يستنزي الدين طالبه. على أي حال، فليتقوا الله. وهذه عبرة، أخونا العجيلي ما يجده من مأساة نحن ننبه الآخرون، ولكن نسأل الله أن يهديهم ويردهم إلى الله ثم لأبيهم. وإن كانت أمهم هي التي تحرشهم فلتتق الله عز وجل، ولا تكون هي سبباً لقطيعة الرحم، لأن الرحم معلقة بالعرش هناك وهي تسبح الله، تقول: اللهم من قطعني فاقطعه، ومن وصلني فصله، اللهم من قطعني فاقطعه. علينا أن نتقي الله عز وجل. نعم يا أخي. أم جهاد من الجزائر، تفضلي يا أم جهاد. أنا أم شهاب يا شيخ. أم شهاب، أهلا يا أم شهاب. قلت لك في سؤالي، أنا نظرت في حديث مع أختي، قلت لها أن لو أني أخرج من هذا المنزل لأذبح 3 كباش، ولكن خرجت، ما كنت أظن أني سأخرج في يوم من الأيام. وبالمقابل أنا أخاف النذر، لأني أخاف أن لا أستطيع القضاء، فهل هذا يعتبر نذر؟ أنت أعطيتني السؤال وانقطع الخط وأنا أجبت. نعم. وقلت لك يا أم شهاب: من نذر أن يطع الله فليطعه، ما دمت نذرت، إذا كنت قادرة يجب أن تذبحي. إذا خرجت من هذا البيت، انتبهي لي، إذا خرجت من هذا البيت كما نذرت خرجت، اذبحي 3 كباش وتصدقي بها. ولكن لم أكن أنوي النذر، فأنا يعني قلت فقط لو أني أخرج من هذا البيت لا أذبح 3 كباش، لم أكن أنوي ذلك النذر. على حال، هذه صيغة من صيغ النذر، إذا خرجت من هذا البيت ذبحت كذا، هذه صيغة من صيغ النذر. الله يعينك. نعم. الله يعينك على ذبح هذه 3 كباش. هل أذبحها مرة واحدة ولا يعني؟ لا، على حسب الطاقة والقدرة، اذبحي واحدا ثم انتظري فترة إلى أن ييسر الله الثاني ثم الثالث إن شاء الله. إن شاء الله. هل لي كبش العيد أنويه واحد من هذا؟ ما يخالف، لا بأس، بس لا ينقطع الخط حتى ننتهي. ألو، تسمعيني؟ نعم أسمعك. السؤال هو: هل أنت عاجزة عن الوفاء بهذه 3؟ عاجزة؟ لا، لست عاجزة، الحمد لله. إذن استعيني بالله، اجعلي كبس العيد واحدا من هذه 3. أم منى من السودان، تفضلي يا أم منى. أم منى، لعل تأخرنا فانقطع الخط عليها. نعم نعم يا نعم. السودان. إبراهيم من السودان. إبراهيم من السودان، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اتصلت عليك قبل اليوم، حياك الله. يا شيخ، أنا والله بعاني من مشكلة في القراية، يعني بحس إني تعبان وما بقدر أقرأ وما بقدر أستوعب، وكنت بس أنا كان عندي وسواس، وكان يعني كنت حسيت إنه في مشكلة في تسجيل في المدرسة، ومشيت حتى التسجيل، وبعد الآن ما قادر أقرأ، ولما أقرأ وفتور في الجسم، وأنا ممتحن الشهادة
وما عارف هسه اعمل شنو. يعني على اي حال ان شاء الله. كان عندي وسواس وقريت الرقية الشرعية، نعم قريتها، وكانوا اللي عايز يودوني لي شيخ، ويعني المهم في مشاكل والحمد لله، ما عارف هسه اعمل شنو. طيب ابشر يا ابراهيم ان شاء الله تسمع الاجابه. صفيه، صفيه من السعوديه، تفضلي يا صفيه من السعوديه. صفيه احبابي جاء وقت الفاصل، فاصل ان شاء الله تعالى ثم اعود اليكم باذن الله. فمن يلزم لأمر الله يحيا سعيدا هانئا دنيا ودينا. يلا أحبابي وإخوتي هنا ذا أعود إليكم، ومعنا الأخ عبد الله من المغرب، تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 4 أسئلة من فضلك. ما شاء الله، استعنا بالله، توكل على الله. هات السؤال الأول. السؤال الأول، معنى الآية إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. إن تقرضوا الله. والسؤال الثاني قرضا، ما هي أحب الأعمال حسنة وأعظم الأعمال في رمضان؟ أحب الأعمال، نعم. السؤال الثالث، كيف يكون المسلم من العتقاء في رمضان؟ والسؤال الرابع، معنى الحديث، ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، مثل مثال على بعض النوافل. ما شاء الله، بارك الله فيك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حاسب من المغرب، تفضل أخي حاسب. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك سعيد عليك وعلى جميع المسلمين، وأهله عليك باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم آمين، بارك الله فيك حبيبنا، تفضل. والله أشهد الله بأني أحبك في الله وأتابعك كثيرا. الحمد لله، الله يحبك. لا تنساني يا شيخ من صالح الدعاء. الله وأنتم كذلك يا سيدي، حياكم الله، تفضل يا سيدي. جزاك الله. لدي 3 أسئلة يا شيخ. بسم الله، السؤال الأول. السؤال الأول، قبل رمضان بيومين حدثت شحناء بيني وبين شخص يعمل معي في العمل، وقد أردت أن أتصالح معه وقد أخذت البديل، ولكنه يصر على قطيعتي ولا يريد أن يتكلم معي، وأنا أخشى أن يكون هذا العمل يبطل من توابير الحصول على رمضان من الأجر والثواب، وهو يتابعك الآن يا شيخ، أرجوك أن تنصحه يا شيخ لوجه الله. طيب أبشر، ما دام يتابعني هذا شيء طيب. طيب السؤال الثاني، يعني شخص عندما مثلا يصلي ويقرأ بسورة فيها سجدة، وعندما يسجد سجود التلاوة عند قيامه من سجود التلاوة نسي وقرأ الفاتحة من جديد، وعند إكمال سورة الفاتحة تذكر بأنه لقد رفع من سجود التلاوة ولم يكن سجودا عاديا للصلاة، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ نعم عظيم. السؤال الثالث. والسؤال الثالث يا شيخ، هل تسقط صلاة الجماعة على المسافر أثناء إقامته لمدة معينة، مثلا 3 أيام 4 أيام، هل تسقط عنه فريضة الجماعة في المسجد؟ طيب أبشر يا أخي. جزاك الله يا شيخ، ولا تنساني من الدعاء يا شيخ، لا تنسانا. وأنتم كذلك، الله يحفظكم. طيب بسم الله، عندنا سؤالان من حبيبين من هذا البلد الطيب، بلد المغرب، بلد أهل الفضل ما شاء الله. السؤال يقول لكم، ما معنى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم؟ ما إذا النبي، يعني أعظم من يشرح لك هذه الآية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه، إن الله يتلقى صدقة العبد بيمينه ثم يربيها له، كيف لا ندري؟ الكيف مستحيل علينا، نحن نؤمن ولا ندرك الكيف، كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب.
الكيف فيما بيننا وبين الله في أسماء وصفات لا نصل، الكيف لا ندركه في كثير من أمور الدنيا. الآن كيف تنتقل صورتي إليكم لتروني وأنا هنا في جدة بجوار مكة المكرمة في جدة، وتنتقل إلى النيجر، أستراليا، المغرب، الجزائر، كيف؟ لا ندرك، لا ندري، فكيف بأمور أخرى؟ الشاهد يتلقفها ثم يربيها لكم كما يربي أحدكم فلوة ولد الخيل، عندما يلد تلد الحصان الأنثى من الخيل ذكرا يربي صاحبه لأنه سيكون ثروة هائلة. فالشاهد في الأمر من أقرض الله قرضا حسنا، أي قدم هذا القرض، يعني كأنما هو قرض تقرضه، يعني كأنك تعطيه نعم له، وهو في الحقيقة ينميه الله لك ويزيد الله به درجتك. أي نعم، والصدقة يعني يبعث الرجل تحت ظل صدقته ويقول داووا مرضاكم بالصدقة، الصدقة تجلب الرزق وتدفع غضب الرحمن سبحانه وتعالى، فالصدقات فيها من الفضل والخير ما الله به عليم. أي نعم، ورب درهم غلب ألف درهم إذا أخرجته بنية صادقة، ويطعمون الطعام على حبه حتى مع كونه يحب الطعام، يحب الريال، يحتاج، ولكنهم يطعمون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فنحن إذن إذا قدمت فكأنك وضعتها في بنك ربك الذي ينميه لك، كأنما أقرضته أي أعطيته في خزائن الله، والله ينميها لك إلى أن تلقاه يوم القيامة. أحب الأعمال إلى الله في رمضان، يعني لا أريد أن أطيل، لكن أولا وقبل كل شيء أحب العمل إلى الله شيئان. الشيء الأول ما افترض الله عليك من صلاة وصيام وحج وغير ذلك من الفرائض، وأن تبتعد عما نهاك الله عنه. ثم أحب العمل إلى الله أدومه، أن تكون دائما عندك قراءة قرآن مداوم عليها حتى ولو كانت قليلة، حتى ولو كانت قليلة، النوافل تديم عليها وهكذا. لكن في رمضان صلاة التراويح، نصلي صلاة التراويح ولا نترك هذه السنة، وهي سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحياها عمر مع الصحابة أحيوها، وإلا فالسنة قد فعلها عليه الصلاة والسلام. الصدقات، أن ننظر في أحوال الناس وأن نتلقفهم، كثرة الدعاء والاستغفار، يعني أن نحبس ألسنتنا عن القيل والقال. فإذا كانت الحسنة في رمضان عظيمة فإن المعصية تكبر فيه، نسأل الله السلامة والعافية. كيف أكون يعني يعتقني الله من النار؟ العتق من النار منة من الله وفضل منه. عرض نفسك لرحمات الله من خلال الدعاء، من خلال ما أوجب الله عليك، ومن خلال الدعاء، ومن خلال الرجاء، وخاصة وأنت ساجد تدعو الله أن يعتق رقبتك من النار. تقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أي والله، وإذا أحبك الله فإن الله عز وجل يحمي سمعك ويحمي بصرك ويحمي يدك، يحمي سمعك فلا تسمع إلا ما يرضي الله، ويحمي بصرك فلا ترى إلا ما يرضي الله وما أباح الله لك، ويحمي يدك فلا تتناول إلا ما يرضي الله أو حب أو أباحه الله لك، وهكذا. يا أخي الحبيب حاسب من المغرب يقول رمضان، قبل رمضان حصلت شحناء بيني وبين أخي لي، وحاولت أن أصالحه ولكنه رفض، ويقول لي أخوي حاسب أنه يسمعني الآن. أخي الحبيب، أخي الحبيب، أرجوك أرجوك رجاء مني وطلب من ربك أنك لا تدخل رمضان أنت بينك وبين أخيك شحناء والأعمال متوقفة يا أخي. وبالمناسبة ترى سأقولها صريحة، إذا كان هو قد حاول أن يعني يصالحك وأنت رفضت، عمله مقبول لكن أنت عملك متوقف، فأنا أرجوك
وأما ما بينكم سهل من أمور الدنيا إذا كان بينكم حساب. يا أخي ائتوا برجل يحاسب بينكم، بينكم كلمات، ائتوا بواحد يصلح بينكم، بينكم من قال قيل وقال، اقطعوا القيل والقال بحكمتكم وحنكتكم وحسن تأتيكم. المهم رجائي إن كنت تسمعني لا تبيت الليلة إلا وقد اتصلت به وأنهيتم ما بينكم من شحناء. يقول: شخص يصلي وبعدين جاءته سجود السهو، سجود التلاوة، فسجد للتلاوة ثم قام لم يقرأ، قرأ الفاتحة، لا يضره. طبعا هو الأصل أن يبدأ أن يستأنف القراءة من حيث انتهى، لكنه نسي فقرأ الفاتحة، لا يضره إن شاء الله ولا يحتاج هذا إلى سجود سهو. هل تسقط صلاة الجماعة للمسافر؟ نقول: إن أمكنك أن تصلي مع الجماعة فصلي، وإذا كنت في سفر أو بعيدا عن الجماعة فصلي صلاة مسافر، ونسأل الله لنا ولك القبول يا رب العالمين. محمد من تونس، تفضل أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي محمد من تونس. بارك الله فيك الشيخ وبارك الله في علمك. آمين 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 آمين. الشيخ عندي زوج سؤالين. تفضل. سؤالين. هات السؤال الأول. السؤال الأول عندي والدي. نعم. والدي توفى وترك قطعة أرض. وكتب منها هكتاري قطعة، نعم قطعتين أرض إلى إخوتي. كيف كتبها؟ كيف كتبها لهم في حياته أو بعد مماته؟ في حياته، في حياته، في حياته. واستلموها أم لم يستلموها؟ استلموها وبنوا عليها. طيب. استلموها وبنوا عليها مسكنين. طيب. وبقية أولاده؟ وبقية أولادهم لم يعطيهم شيئا. لم يعطيهم شيئا. وبقية أولادهم لم يعطيهم شيء، ما أعطاهم شيء، ما لم يكتب لهم. ولكن هناك من إخوتي بعد وفاتي، هناك من إخوتي من سامح. طيب الحمد لله. والآخرين يطالبون، هل لهم الحق أم لا؟ والآخرون يطالبون. طيب خير إن شاء الله. والله يا أخي محمد، يعني أنا أرى، الله يبارك فيكم، أن لا تدخلوا في ما يشتت شملكم ويمزق رحمكم. أعطى الوالد لهذين الأخوين منكم، الله أعلم ما هي الاعتبارات التي جعلته يخص هذين الولدين من أولاده بهذه القطعة. الوالد لو أن يتصرف في أماله، نعم صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لكن ربما كان هناك سبب قد نجهله ويعلمه الأب في أنه أعطى لهذا الولد ولهذا الولد وترك البقية. البقية لهم، ترك الباقية. وأنا نصيحتي ألا تختلفوا وأن تسامحوا وأن تتركوا الخصومة وأن تتقوا الله، ولا يكون هذا التصرف سببا لتشتيت هذه الأسرة وتمزيق كيانها. نعم. طيب كم بقي من الوقت يا أخي؟ صفية. السلام عليكم. يا مرحبا أخت صفية، حياك الله. الله يبقيك. تفضلي يا أختي. أنا اختلفت مع زوجة ولدي. اختلفت مع زوجة ولدك؟ ايوه، يعني هي طيبة زي اليوم الطيب، لكن فجأة تغيرت علي فصارت فتنة بيني وبين ولدي. لا حول. طيب والآن؟ الآن ما أدري أنا إيش أسوي. أنا عند أخواني دحين وهو في المدينة بس ما يكلمني
ولا يسأل عنه. لا إله إلا الله. طب كانت تقولي عنها إنها طيبة يا أختي صفية. أيوة كانت طيبة، بس بدأت هو يسمح لها تروح للناس وتيجي للناس وفجأة تغيرت. طيب خير إن شاء الله. طب أتسمعي الإجابة إن شاء الله. نعم. صبحي من مصر، مرحبا بحبيبنا صبحي من مصر، تفضل يا أخي. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إنا نحبك في الله. الله يحبكم كما أحببتمنا فيه يا أخي. الله يخليك. سؤال لفضيلتك مولانا بعد إذنك. تفضل. احنا كان لنا أخ أخويا الكبير كان عايش معانا وترك البيت من 15 سنة. نعم. وبعد ما ترك البيت 15 سنة كان البيت طابقين، دور أولاني ودور ثاني. نعم. سمعنا مولانا؟ نعم. فإحنا مع والدني بنينا طابقين آخرين. نعم. يعني بعد هو ما طلع من البيت إحنا مع الوالد رحمة الله عليه بمساعدة الوالد وإحنا بنينا الدورين تاني فوق الدورين اللي هو إيه فرقنا فيه. نعم. ثم توفى الوالد رحمة الله عليه. نعم. هل هو يرث معانا في الطابقين اللي إحنا بنيناهم بعد أو بعد هو ما طلع؟ طيب خير معنا فيهم. خير إن شاء الله. أبشر يا حبيبي إن شاء الله أجيبك إن شاء الله. ليلى من المغرب، تفضلي أختي ليلى من المغرب. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خير الجزاء. اللهم آمين وأنت كذلك. تفضلي يا أختي. عندي سؤال من فضلكم. تفضلي. أسأل عن شركة إلكترونية متخصصة في التداول بالعمولات، تقوم بالاشتراك معهم بمبلغ من المال يمكن أن تحدده أنت، فقط يشترطون أن لا يقل عن مبلغ معين 5000 درهم. نعم. وتعطيك نصيبك شهريا من الاستثمار بهذا المبلغ بنسبة معينة، إضافة إلى نسبة أخرى يعطونها لك عن كل شخص يشترك معهم عن طريقي، مع العلم أننا لا نعلم شيئا عن نوعية الاستثمارات التي تقوم بها الشركة. نعم. وللإشارة فهناك إمكانية للخسارة أو الربح. طيب طيب خير إن شاء الله يا أختي ليلى. إن شاء الله تسمع الإجابة. ما معنى 3 دقائق؟ إذن نقول بسرعة. يا صفية يا أمي يا أختي الله يبارك فيك. أولا وقبل كل شيء ابنك عليه أن يتقي الله، عليه أن يتقي الله، لا يكون منحازا مع زوجته ضدك. نعم أنا لا أقول يظلم زوجته، لا، ولكنه لا يجوز له أن ينساق مع زوجته ضدك، لا لا وألف لا، وليتق الله عز وجل. وأنت بدورك أرجوك أن ترحمي ولدك هذا حتى لا يقع في مصائب أكبر، لأنك إذا غضبت عليه رضى الله في رضاك، رضى الله في رضاك أنت يا صفية. فإذا غضبت غضب الله عليه، وإذا غضب الله عليه ربما محقه، محق بركته، محق حياته، محق عمله. فأرجوكم إخوانك الموجودين اللي أنت عندهم أنا أناديهم وأسألهم وأقول أرجوكم ادخلوا في الصلح بين أختي صفية وبين ولدها، وعلى زوجته أن تعود إلى سيرتها الأولى في حسن التعامل مع أمه، لأن من أعظم إحسان التعامل مع زوجه أن تحسن إلى أمه، أما إذا أساءت إلى أمه فما أحسنت إليه أبدا. أخي الحبيب صبحي يقول كان لنا أخو ترك البيت منذ 15 عاما، ونحن وكان دورين، ونحن مع الوالد بنينا دورين آخرين. هل البناء الذي بنيتموه حفظكم الله اتفقتم مع الوالد على أن تكون هذه الأدوار لكم؟ ما هي نسبة اشتراك الوالد في هذين الدورين؟ هل كان يعني الدفع كان كله المال كان من عندكم أنتم وأبوكم راضي؟ إذا كان الأمر كذلك فهذان الدوران لكم، ودليل ذلك رضا الوالد بذلك، فلا يجوز لهذا الأخ أن يطالبكم بإدخاله في التركة.
التركة هي الدورين الأولين، أما هذه فأنتم الذين بذلتم الجهد في بنائها. أما إذا كان الوالد قد أسهم معكم فلا بد لنا من أن نعلم هل وهبكم ما أسهم به في حياته وبركم به لأنكم بقيتم معه وهذا خرج من عنده، أم أنه لم يجعل لكم هذا في حياته؟ إن كان قد جعل لكم هذا في حياته واستلمتم ما بركم به من نصيبه في هذين الدورين فهي لكم، وأما إذا لا بقي على حقه ولم يقل شيئا فنسبة مال الوالد هو الذي يمكن أن يكون في التركة وتتفقون على ذلك صلحا. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق. أختي ليلى، هذه الشركة المجهولة التي لا تعلمون عنها شيئا ولا تدرون فيما يستثمر، ما يجوز أن يتعامل المسلم مع شركة لا يدري فيما تستثمر. طب ربما كانت تستثمر في أمور لا تباح شرعا، لابد لنا من أن نعرف، أن ندخل على بصيرة. نعم، وأحل الله البيع، أحل الله التبادل في المنافع المباحة شرعا. أما إذا لم تكن، ثم هناك شيء يعني أنه إذا أدخلتم واحدا أعطوكم مكافأة، وإذا أدخل الذي بعدكم غيره أعطاكم مكافأة، هذه كذلك ما يسمى بالشركات الشجرية أو الهرمية مبنية على المغالطة. وأنا أرى أن مثل هذا العمل المجهول لا يليق بالمسلم أن يدخل فيه. أي نعم، التراضي لا يتم إلا بأن تكون السلعة معلومة والثمن معلوم ويكون مباحا، البيع الشرعي أن تكون السلعة معروفة معلومة والثمن معلوم ويكون مباحا شرعا ويتم التعاقد الشرعي عليها، الإيجاب والقبول، هذه الأركان الأربعة في العقود المشروعة في البيع والشراء في ديننا بشكل عام. أحبابي وإخوتي، إلى أن ألتقي بكم غدا إن شاء الله بحول الله وقوته، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا. اللهم يا ربي ألطف بنا وارحم حالنا ويسر أمرنا واقض حوائجنا. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وأهلينا أجمعين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم ارض عنا وأرضنا، واهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، اكفنا ما أهمنا يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، لا إله إلا أنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله مع هدي النبي، طريق هداية للحائرين، هو النبراس والتبيان حقا، يثبت قلبنا يحيي اليقينا. إذا ما رمت أن تحيا سعيدا، قرير العين صدرك مطمئنا، فعن شرع الإله استفت دوما، وأكثر من سؤال المصلحين. فمن يلزم لأمر الله يحيا سعيدا هانئا دنيا ودينا.